مساكم الله بالخير والنور والسعادة مشاهدينا الكرام، ويا مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم 7 على 7، ونمسي عليكم كلكم مشاهدينا بالخير والنور والسرور من الإمارات السبع، وتحديدا من رئة الإمارات. نلقاكم عبر شاشتكم قناة الفجيرة مطلع الشمس، وحييكم أجمل تحية أكيد أنا وزميلتي وعد العدوان. مساء الخير سمير، ومساكم الله بالخير مشاهدينا من جديد في حلقة جديدة من 7 على 7، وإن شاء الله اليوم بندور فيكم الإمارات السبع في تمام ساعتين من موعد البرنامج من الساعة 7 للساعة 9، ورح نتحدث في العديد من المواضيع والأخبار المتنوعة، نبتديها مع الزميلة ليالي، وأيضا رح نتكلم عن مبادرات جمعية الفجيرة الخيرية لعام 2017، وبالإضافة لمجلس أبوظبي للتعليم ومواصلات الإمارات يطلقان المشروع الذكي حافلتي، وذلك لتوفير أفضل سبل السلامة. كما سنتحدث مشاهدين الكرام عن مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الأشخاص، وفي فقرة عظماء من التاريخ لنا وقفة مع شخصية عربية مميزة، وفي ختامنا مع بانوراما والفن والموسيقى والتمثيل. أما الآن خلونا ننتقل للزميلة بتول مع الأخبار المتنوعة. مساك الله بالخير يا ليالي، ونقول لك يعني اليوم ثاني حق غلطنا بين بتول وليالي، دام انه ثاني انا بتول واحد ونوجه لها تحيه. مساك الله بالخير ليالي. الله يخليكي، مساكم ومسا كل مشاهدي برنامج 7 على 7 بخير وسعاده ان شاء الله. انزين اليوم نبغى نتعرف وياك على الاخبار المتنوعه. طبعا اكيد مثل ما بتعرفوا اخبارنا دائما متنوعه، وسوف نطلقكم على كل التفاصيل، تابعونا اكيد. أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذه الجولة اليومية بهذه الجولة اليومية على الأخبار المنوعة، والتي سوف أستهلها بالخبر الآتي. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أهمية توفير كل المقومات الداعمة للإبداع والابتكار وكل سبل التشجيع الممكنة لأصحاب الفكر الخلاق والمواهب المبدعة كمطلب رئيس لتحقيق التنمية المستدامة وترسيخ دعائمها. جاء ذلك خلال زيارة صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي إلى حي دبي للتصميم. في خبر آخر، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي مشروع مجمع دبي للأغذية في مدينة دبي لتجارة الجملة بتكلفة قدرها 5.5 مليار درهم. المجمع الذي يهدف إلى توفير بيئة جاذبة للتجار والمستثمرين في قطاع الأغذية للوصول إلى أسواق جديدة، مع زيادة مستوى جذب الاستثمارات العالمية في هذا المجال، فضلا عن الدور الاستراتيجي المهم الذي سيسهم به المجمع في دعم تحقيق الأمن الغذائي في البلاد. إلى الفجيرة وتحت رعاية سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والأعلام، تنظم الهيئة البرنامج الصيفي زاد المعرفة في مقر مركز الدراسات والتوثيق في الفجيرة ومقر الهيئة في دبا الفجيرة من 12 من يوليو الجاري حتى 30 من أغسطس المقبل، وتتضمن الفعاليات ورش عمل وأنشطة ثقافية وأدبية وفعاليات تراثية بالإضافة إلى حرف يدوية. نبقى في الفجيرة، وخبر من غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، حيث اطلعت الغرفة على الإجراءات المتبعة في محاكم مركز دبي المالي العالمي، وعلى فكرة وأهداف وإنشاء محاكم المركز المالي العالمي والإجراءات المتبعة فيها والقضايا التي تدخل في اختصاصها وكيفية إصدار الأحكام وتنفيذها وأنواع الدوائر بالمحكمة وإجراءات الصلح والحكم في المركز وإجراءات التقاضي وكيفية التواصل مع الأطراف عن طريق التقنيات الحديثة. إلى خبر من نوع آخر، حيث لا يزال البعض غير مدرك خطورة الاستخدام غير المسؤول لمواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات، وخاصة محبي الإساءة، ظنا منهم أن اسمهم المستعار سيحميهم من العقاب،
وتوضيحا لعقوبة الشتيمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد لفت المحامي والمستشار القانوني ومبتكر مبادرة دير بالك القانونية إبراهيم الحوسني إلى أن الشخص الذي يدفع وطبقا أو قد يدفع وطبقا لأحكام ونصوص القانون الإماراتي ما لا يقل عن 250 ألف درهم ولا يزيد عن نصف مليون درهم، أو قد يعرض نفسه للحبس مدة تصل إلى 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين ثمنا لشتيمة عبر واتساب أو إحدى مواقع التواصل الأخرى التي تستخدم أو تستخدم الإنترنت بالتواصل. وفي خبر طبي، كشفت دراسة أسترالية أن استخدام البصل يفيد في علاج طنين الأذن لقدرته على محاربة البكتيريا والالتهابات، وأوضحت أن المطلوب هو تقطيع حبة بصل صغيرة ووضع هذه القطعة في الميكروويف لمدة دقيقة أو دقيقتين، ومن ثم تركها لتبرد واستخراج العصير منها ووضع قطرتين في الأذن المصابة وتركها طوال 5 دقائق قبل برم الرأس لإخراج السائل منها، على أن يتم تكرار هذا الأمر عدة مرات طوال أسبوع كامل. وفي جولتنا الفنية اليومية نختار لكم أغنية قد عاشت كلماتها معنا ودخلت أنغامها في وجداننا، أترككم مع وائل كفوري والغرام المستحيل. ما أصعب نهاية غرامك تكتبها بيدك وروحك تعذبها وما يكون عندك حل، ما أصعبها تكون النهاية شايفة ومنك قادر توقفها ومجبور إنه تفل إنه تفل، ما أصعبها. اهلا بكم مشاهدينا من جديد، ونشكر الزميله ليالي على هذه الاخبار المتنوعه اللي قدمتها لنا اليوم. راح ندردش انا وياك سمير في خبر، لكن عقب هذا الفاصل انتم راضي. حياكم من جديد مشاهدينا. طبعا مثل ما قلنا قبل الفاصل، في سمير خبر شدني اللي هو العقوبة حق اللي يدخلون مواقع التواصل الاجتماعي ويبتزون الناس ويتكلمون في صفة غير ويشوهون سمعة دولة الإمارات ويتكلمون كلام ما له داعي بشكل عام. أكيد نعم. فحق يعني حق هؤلاء الأشخاص أو حق هؤلاء الناس، نحن دائما من منبر إعلامي كون مواقع التواصل الاجتماعي بعد هي يعني جزء من الإعلام خلينا نقول بصفة أكيد. خاصة إن كل شخص انه يحافظ على استخدام السوشيال ميديا بطريقه اصح، وانه يكون عنده خلفيه واضحه عن طريق استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. ايش رايك سمير في اكيد يا وعد؟ يعني هذا الجانب مهم جدا، لان مواقع التواصل الاجتماعي اصبحت حساسه لانها توصل لفئه كبيره من المجتمع من الصغار حتى الكبار، يعني واكثرهم الصغار، فلما يشوفون مثل هذه الاخبار المزيفه والاخبار اللي تزعزع الامن في دوله الامارات نحن نقول لكل الطامعين ولكل مخرب ولكل من يزعزع هذه المواضيع في دوله الامارات ان شاء الله ان دوله الامارات خط احمر وياك تتعداه. اذا نحن في حلقتنا اليوم ايضا راح نتناول موضوع التواصل الاجتماعي ومخاطره وسلبياته وايجابياته على المجتمع ان شاء الله، ولكن نتواصل مع فقراتنا اكيد نتواصل مواضيعنا في 7 على 7. واولى مواضيعنا اليوم راح نتحدث للكتابه والفنون معايير واسس تبنى عليها الدراما والمسرحيات والقصص وغيرها، وعن كيفيه استطاعه الانسان بالقيام بكتابه أي نوع من فنون الكتابة ليس بالأمر الغير مدروس. هذا ما تناولته ورشة عمل فن الكتاب في المسرح الثقافة والفنون في دبي، فلنتابع. الورشة دي التي أقيمت
كنت سعيد بها جدا لأنها تتناول فن الكتابة. كيف يستطيع الإنسان أن يكتب نصا دراميا؟ هناك أشياء لابد أن يكون في الإنسان. هل أنت لديك الرغبة في الكتابة؟ طب ما الذي تكتبه؟ وما الذي تقوله؟ طب أنت تعرف الأسس الأساسية؟ أقول لك الحق أن ليس هناك قواعد إلا قواعد الدراما نفسها. ولذلك القاعدة الأساسية التي لابد أن نعرفها من البداية أن النص الدرامي يكتب لكي يمثل، ليس أدب، لا علاقة له بالأدب. فإذا تصور الطالب أنه يتخيل الشخصيات اللي بيكتبها والمواقف الدرامية لكي ينقلها إلى عالم المسرح، لابد أن يتخيل كيف يمكن تمثيلها على المسرح. بناخد جزء نظري، بناخد قواعد الحوار والشخصية والمواقف وكذا، كل المواقف دي، إلى أن نبدأ في محاولة كتابة بعض المشاهد. كتابة المسرحية صعبة جدا عليه في البداية، كتابة المشهد صعبة عليه، فبنبدأ بكلمة. يعني ادينا أمثلة مثلا، والحقيقة حققت الدارسين نتائج جميلة جدا بعد النظر اللي احنا خدناه. بنقول مثلا كلمة واحدة، التوسل. كلمة التوسل، من الذي يتوسل لمن؟ طب ايه الصفات ده وايه الصفات ده؟ هل القوي يتوسل للضعيف ولا الضعيف يتوسل للقوي؟ ملهاش قاعدة، أنت الذي تختلق. اخترق، فكر في الموقف وفكر في الشخصية واللي بيتوسل ده عاوز ايه، هل صادق ولا مش صادق. ودينا نماذج، وفي حوالي 35 موقف بنحاول ان احنا اولا تشحن خيال الطالب الدارس، ثانيا تفهم ان اللي بيكتبه ده ليس انشا وليس ادب، وانما هو حوار. فكل كلمة لها فانكشن معين. والحقيقة لحد النهاردة احنا شغالين كويس جدا، وسعيد بالنتائج اللي احنا حصلناها، واحنا لسه في 4. practice كان اغلبه يعني انه how to find your own voice، انه تجد صوتك وتجد نفسك اللي تبدأ في كتابة وتأليف يعني للمسرح. احنا يعني هذا يعطيك عمق كإنسان كاتب، كإنسان مبدع، وتعلمنا كيف يمكن قراءة المسرحية، how to read the play. يعني هذا مختلف طبعا عن قراءة أي نص آخر، كل نص سواء نص أدبي لقراءة مختلفة عن قراءة المسرحية، عن قراءة حتى screen play. الورشة هاي حسيت فيها شيء مميز جذبتني لها، عنوان الورشة اللي هو تأليف مسرحي. كنت أحس بيني وبين نفسي أن أنا ممكن أقدر أكتب، ممكن أعطي. فتحس أن أنت عندك الموهبة بس ما عندك الأدوات، فأنت تحتاج الأستاذ، تحتاج لحد يطور مهاراتك. فهذا سبب رئيسي لقدومي لهذه الورشة، وأتمنى أن مثل هذه الورشات اللي تشكر عليها هيئة ثقافة دبي الفنون، أن دائما تستمر وما تبخل علينا مثل هذه الورشات اللي هي ما شاء الله عليها مو مقصرة فيها. رجعنا لكم مشاهدينا. كرمت وزارة التراث الثقافي والفعاليات السياحية الإيطالية جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية بدرع الوزارة، تقديرا لدورها الفاعل والفعال في إنجاح ملتقى ابن بطوطة الثقافي الذي عقد مؤخرا في مدينة باليميرو بجزيرة صقلية في إيطاليا. وتسلم درع التكريم الشاعر الإماراتي خالد الضنحاني، وهو رئيس الجمعية وهو ضيف الاستديو في برنامج 7 على 7. مشاهدينا، نحن الآن في فقرة 360 درجة. طبعا ضيفنا في الاستديو الأستاذ خالد الضنحاني رئيس الجمعية، نرحب فيك ونمسي عليك بالخير ونور السرور. حياكم الله، أنا سعيد جدا بهذا اللقاء وشكرا على هذه الاستضافة، وإن شاء الله نكون خفيفين على يعني المشاهدين. أحييك وأحيي جميع مشاهدي هذه القناة الراقية. نعم، كل الشكر لك ولوجودك ويانا اليوم. أكيد بداية مثل يعني مبارك لكم التكريم، مبارك الله عليكم. يبارك فيك. نبغى نتحدث عن هذا الملتقى الذي عقد يعني في صقلية في إيطاليا، خلينا نتكلم عن الملتقى ومجرياته. نعم، الحمد لله رب العالمين، يعني أن دولة الإمارات لها سمعة يعني كبيرة جدا على في المجتمع الدولي وعلى مستوى العالم. لذلك يعني استضافونا نحن كضيف شرف
في هذا الملتقى، ملتقى ابن بطوطة الثقافي. والحمد لله أن الجمعية، جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، هي التي مثلت الدولة في هذا الملتقى. وطبعا رحت أنا وشاركت في هذا الملتقى الكبير، طبعا هو الملتقى من تنظيم جمعية الصباح الثقافية بإشراف وزارة التراث الثقافي الإيطالية. وطبعا هو الملتقى كان الثيمة الرئيسية له هو السلام، وبالتالي السلام يعني وأهداف الملتقى تنسجم مع رسالة دولة الإمارات العربية المتحدة الداعية للسلام والمحبة والتسامح والسعادة أيضا. فلذلك نحن لما رحنا هناك يعني واختاروا دولة الإمارات لهذه الأسباب، لأن دولة الإمارات الحمد لله معروف عنها هذا النهج القويم ونهج المحبة، نشر المحبة بين الناس وبين البشر وفي العالم أجمع. يعني هذا الملتقى طبعا هو يعني عبارة عن عروض مسرحية، عروض شعرية أيضا استعراضية. صراحة العرض أبهرنا، هناك الكثير من المختلف يعني من مختلف الجنسيات، نعم من مختلف الجنسيات شاركوا في هذا الحدث، وأيضا يعني حضور فئات كثيرة، حتى الأطفال شاركوا، حتى الكبار، اللاجئين أيضا العرب، لأن هناك كثير من اللاجئين العرب أيضا شاركوا في هذا الملتقى. وطبعا هم اختاروا اسم ابن بطوطة لأن تعرف الرحالة الشهير العربي، حتى يقربوا الثقافة، يعني لأن الثقافة هي تقريب بين الشعوب، فبالتالي أرادوا أن يكون هناك تقارب بين الشعب الإيطالي أو الأوروبي بشكل عام وبين الشعوب العربية. وهذا التزاوج طبعا الجميل أخذ صداه الكبير، وبالتالي الآن يعني تبنت هذا العرض أو هذا الملتقى بشكل عام الاتحاد الأوروبي، وطبعا هو مدعوم من اليونيسيف واليونسكو وأيضا من الهيئة الدولية للمسرح. أنا كنت بسألك عن الجهات، ومن جمعية الفجيرة أيضا، جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية. وبالتالي الآن سوف يتجول هذا العرض، وأول محطة إن شاء الله بالفجيرة في دولة الإمارات إن شاء الله، وبعد ذلك في فرنسا، وبعدها في برلين، ومن ثم في أمريكا، وبعد ذلك بيبدأ إن شاء الله في مختلف دول العالم. بالتوفيق إن شاء الله. طبعا نحن نبارك لك أيضا بتتويجك من قبل الوزير الإيطالي باولو ماسينيا بأن تكون سفيرا لدولة الإمارات بالسلام وفي العالم العربي. نتكلم عن هذا التكريم، ماذا أضاف لك وما هو حجم المسؤولية اللي تركوها فيك؟ شوف، مثل ما ذكرت لك في البداية أن دولة الإمارات دولة سلام ومحبة وتسامح، فبالتالي اختيار شخص أو ممثل من دولة الإمارات لهذا المنصب يعني كسفير للسلام هو ينسجم مع سياسة دولة الإمارات تماما يعني. فبالتالي هم اختاروا هذا الشخص لأكون أنا طبعا سفير لهم للسلام من خلال هذا العرض، لأن مثل ما ذكرتكم العرض سوف يتجول في مختلف دول العالم. فبالتالي نحن لابد أن يكون هناك سفير للسلام، والحمد لله اختاروني، وهذا شيء الحمد لله يعني فخر قبل كل شيء للإمارات، لأن الإمارات هي دائما في المركز الأول، ونحن نتمنى أن تكون دائما في المركز الأول من خلال كل المجالات، سواء كان في مجال الثقافة، مجال العمران، ولا الاقتصاد وغيره. يعني زين، بنتكلم يعني عن أهمية تكريمك في هذا الدرع بالنسبة لدولة الإمارات بشكل عام وإمارة الفجيرة بشكل خاص. طبعا أكيد يعني شيء فخر لدولة الإمارات، وأنا يعني سعد جدا بهذا التكريم، وإن شاء الله أن نكون قدر المسؤولية إن شاء الله. وفي هناك دعم حقيقة من دولة الإمارات لهذا التوجه، ولي أنا طبعا مشروعي الخاص أيضا اللي هو يساهم في تتويجي في هذا المنصب، هو أن لدي مشروع نشر الثقافة الإماراتية والعربية حول العالم. هناك الكثير من بديت هذا المشروع تقريبا عام 2008 من باريس، يعني من باريس 2008، ثم اتجهت إلى أهم العواصم الأوروبية منها برلين وبراغ وأيضا هولندا، لقيت إقبال، نعم، وآخرها في أسبانيا في مدريد تحديدا، وثم اتجهت إلى الشرق، يعني رحت إلى الهند وعملت برنامج متكامل أيضا للتعريف بالثقافة الإماراتية والعربية بشكل عام، وغيرها من الدول العربية اللي جلتها يعني من خلال المهرجانات والملتقيات الأدبية والثقافية. فبالتالي من خلال هذا المشروع
حبيت أني أنا أعرف الثقافة الإماراتية، أعرف بهوية الإمارات، لأنك أنت لما تروحين هناك يعني في ناس ما يعرفون كثير عن الثقافة الإماراتية وعن الإنسان الإماراتي، يسمعون عن دولة الإمارات تقدمها العمراني والاقتصادي وغيره، لكن الثقافة هنا يعني والإنسان الإماراتي ما يعرفون عن قرب، فلما هم تروح لهم هناك فيشوفون هذا الشخص، هذا المواطن الإماراتي والإنسان الإماراتي، هم يفكرون خلاص هذا الإنسان بيكون متكبر ويكون له شخصية متعجرفة وكذا، لأنه في أموال وفي وغنى وكذا، وتحرون أنه في نفط وكذا، لكن لما تشوفون الإنسان الإماراتي متواضع متسامح تنعكس أهم شيء تنعكس صورة تماما 360 درجة، مثل هالفقرة اللي عندكم يعني تماما، فنجد الترحيب ونجد يعني ردود الأفعال الطيبة. ويمكن واحد يعني أنا مثلا أروح الآن لهذه الدولة لأمسية واحدة أو المشاركة واحدة، لا بعد ما أشوف الصورة هاي الحضارية لدولة الإمارات وأشوف الإنسان الإماراتي هذا يزيد، الآن لا تعال عندنا ملتقى كذا، لا عندنا لقاء كذا، لا بنروح زيارة للشخصية الفلانية للوزير الفلاني، تحصلين تكريمات كثيرة، يعني هذا كله من مجرد أنهم يشوفون الصورة الحقيقية للإنسان الإماراتي، وبالتالي يعني ينبهرون فيها وتزيد الفعاليات وتزيد التكريمات. طبعا افتتحت الملتقى بقراءة شعرية مترجمة إلى اللغة الإيطالية، واستعرضت فيها أحداث رحلة الرحالة العربي محمد بن عبد الله لواتي الطنجي ابن بطوطة. خبرنا عن هذه القراءة الشعرية ونستمع إلى جزء من تلك القصيدة. نعم، أنا كتبت هذه القصيدة في الحقيقة، وهي تقريبا القصيدة هذه أنا كتبتها للعرض المسرحي اللي أو الاستعراض اللي في هذا الملتقى. هذا النص الشعري هو استوحيته أنا من خلال رحلة ابن بطوطة، وهم عندهم هناك مركزين شوي على المهاجرين خاصة واللاجئين العرب يعني، وخاصة في هذه الأزمة العربية الآن، فاستوحينا من خلال رحلة ابن بطوطة إلى العديد من الدول، وأيضا من خلال الهجرة الحالية الراهنة يعني بسبب الأزمة العربية استوحينا هذه القصيدة، وبالتالي أيضا استوحوا الجماعة هناك في العرض المسرحي والاستعراضي هذه الأمور، فكلها توافق يعني مع في اتجاه واحد يعني، فالقصيدة هي تقريبا مثل كملحمية يعني. كيف نظمت الأبيات يعني؟ كتبتها أنا مش في اللهجة الإماراتية. اللهجة الإماراتية من اللغة العربية. لا أنا كتبت باللغة العربية، نعم، على نهج الملحمة. على نهج. إيه. فبالتالي يعني أنا دائما أفضل إني أكتب القصائد في اللغة المحلية الإماراتية، لكن هالمرة غيرت حتى تتناسب مع عرض المسرحي وتتناسب مع هذا الملتقى يعني. وإذا نقدر نسمع منها. والله أنا مش حافظنها. مش حافظنها. هي هذه ترجمت لل. ترجمة اللغة الإيطالية. نعم، لغة الإيطالية. لكن في قصائد أخرى ممكن نعدها. ممكن معك. إيه نعم، في قصائد الكثير يعني، قصائد إنها ترجمت لأكثر من لغة يعني. ترجمت يعني كل دولة أروحها تترجم قصائد لازم يعني. ولازم أتكلم باللغة العربية، أنا ما أحب أتكلم مثلاً بالإنجليزي أو هم يطلبون نتكلم بالإنجليزي، لكن أنا أقول لهم أنا جاي أنشر الثقافة الإماراتية، أنشر صحيح. الثقافة العربية، فبالتالي لابد توفروا لي مترجم. هذه مبادرة جميلة منك صراحة. توفروا لي مترجم على أساس إن أنا بتكلم بالعربية وهو ينقل هذا الشيء. وبالفعل هم يعني يوفروني يترجمون قصائدي في البداية يعني، أرسلها لهم قبل شهر تقريبا أو أسبوعين، وأيضا أثناء المحاضرة وأثناء الندوات يوفروا لي مترجم يعني. زين، نبغى نسمع من خالد ضنحاني الشاعر شيء من قصائده. نعم، أقول لمني في جوهر أنفاسك حروف، واكتب لي ما كتبنا وردفه، وانثر أشعارك طيوف في طيوف، واحذف لي يا في بالك تحذفه، وصف لي من صافية وصافك صفوف، خلني أرسم طريقي وارصفه، وترجم إحساسي على وتارك، وشوف وش يجي من لحن فيني واعزفه، وغني لي من أعذب الحانك طوف، علني أنسى وعود مزيفة، حيث أنا مليت من قهر الظروف، ودي يخطفني غرامك، واخطفه نظرة الحاضك ترى بقلبي سيوف، لا تعذبني بذيك المرهفة، ليتني أرشف فناجيلك ألوف، في مداهيلك عرفت الفلسفة، فلسفة سقراط ما تجد الوصوف، صرت أدور عن جديد واكشفه، من وصوفك عيني ما قامت تشوف، غيرك أنت هو القمر نفس الصفة، سلسبيل ومرمر وعسجد ولوف، كل علامات الجمال مصففة مصففة، من وصوفك عيني ما قامت تشوف،
غيرك انت والقمر نفس الصفه، سلسبيل ومرمر وعسجد ولوف، كل علامات الجمال مصففه، جل رب ميزك بين الخشوف، اتلع اغنج وزير الزخرف هليل، مدري نهار في كونك يطوف، كل جهه ترمز لوقت وتخلفه، لما قلبي دام قلبي بك عطوف، طوع امرك انت قلبي تعرفه، صف لي من صافي اوصافك صفوف، خليني ارسم طريقي وارصفه، وتعرف اني في حياتك فيلسوف، واعرف انك في حياتي فلسفه. فلسفه صح لسانك. صح لسانك. الله يسلمك. زين شعر خالد الضنحاني، وايد امسيات شعريه ما شاء الله تكون حاضر بها، الرساله اللي تحب دائما تأديها من خلال ابياتك الشعريه، يعني كونك انت انسان ما شاء الله عليك، يعني تتكلم عن ابن بطوطه بعد انت رحال، يعني تنشر الثقافه الاماراتيه في كل بلد، تضع بصمه خالد الضنحاني، تضع بصمتك الخاصه في كل مكان، نبغى نتكلم بعد الشعر له رساله معينه، ما هي رساله انت تحب تقدمها؟ طبعا هي رساله الشعر رساله محبه وسلام بالضبط، تنسجم مع سياسه دوله الامارات. يعني نحن يوم نسافر برا، سواء كنت أنا كشاعر أو كمثقف أو مشارك في مؤتمر أو حتى مواطن عادي يسافر كسياح، لا بد أن نكون سفراء لدولة الإمارات، نحمل رسالة دولة الإمارات، رسالة المحبة والسلام والتسامح، هذا لا بد أن تكون موجودة في قلوبنا قبل كل شيء. نعم، حتى تنعكس على شخصياتنا أيضا ونعكسها نحن على الآخر، لما يشوف كإماراتي يقول هذا ولد زايد بالفعل، يعني كلمة ولد زايد هذه يعني لا بد ان نحطها في موضعها، مثل ما قال سيدي صاحب السمو الشيخ تنقال في الوقت الصح. نعم، في الوقت الصح، وانت تكون ايضا مناسب يعني لهذا الوضعيه اللي انت فيها، ما تروح انت مثلا تسوي اشياء غير طيبه وتقول انا ولد زايد، فبالتالي لا بد ان نكون سفراء. وانا من خلال هذه المشاركات يعني بالفعل احاول اعكس صوره الامارات باخلاقي الداخليه قبل شكلي وقبل شعري وقبل كل شيء، لانك انت تحصلين القبول من خلال الشخصيه في البدايه، صحيح، من خلال الكاريزما، من خلال التعامل، وبعد ذلك تتجه الى الشعر. الشعر طبعا مفتوح، الشعر جمال، الشعر يعني فعل حريه، ساحه كبيره. نعم، فبالتالي لا بد ان نحن من خلال الشعر حتى لو كانت قصيده غزليه او عاطفيه او وطنيه او كلها، هناك رساله، لا بد ان يكون هناك في رساله في من خلال الابيات، يعني الكثير يفهمها هاي الرساله، رساله المحبه، رساله الحريه، رساله السلام. يعني الشعر دائما انا اقول يا جماعه الخير كشعراء انتم لا بد ان تقدمون شيء، لازم يكون عند الانسان قضيه، لازم ان الشاعر يكون عنده قضيه حتى يحملها كل ما راح اي مكان مشارك. ما هالقضيه؟ بالتالي نحمل قضيه دوله الامارات، نحن كاماراتيين نعشق الامارات، بالتالي نحمل رساله الامارات الى كل العالم. نحن يعني تعلمنا من وتربينا على يد الشيخ زايد الله يرحمه، ان ما نغلط على حد، يعني اذا نحارب الناس بالافعال والانجازات أكيد. الطيبه، يعني بالفعل نحن ما نغلط على حد ولا نتكلم على حد ولا نكيد لحد، الحمد لله، لكن نعمل ونخلص وننجز والناس تتكلم، فبالتالي هذه الانجازات هي اللي تخرس افواه المتحدثين بين قوسين هذه المخربين. صحيح. نعم. صراحة رسالة أيضا مهمة جدا. نعم. قدمتها لنا في هذا البرنامج ونحن شاكرين لكم، فخورين فيك، لكن مستكملين معنا أحاديثنا الجميلة معاك إن شاء الله، لكن بنتحدث عن الملتقى. نعم. أكيد هناك من المنظمات والهيئات التي شاركت ودعمت هذا الملتقى. هو طبعا اول شيء جمعيه الهجال الاجتماعيه الثقافيه دعمت هذا اكيد نحن بعد ننحاز وياك يعني وحكومه طبعا نحن نمثل دوله الامارات بشكل عام وحكومه الفجيره بشكل خاص. هناك المنظمات، طبعا منظمه اليونيسف كانت حاضره، منظمه اليونسكو ايضا كانت حاضره، الهيئه الدوليه للمسرح ايضا كانت حاضره وبدعم منها، يعني تعرف انت لما تحصل على الاعتراف من هاي المؤسسات والمنظمات العالميه، بالتالي انت تكون في السيف سايد، السيف سايد، وايضا بتكون يعني خلاص معترف فيه. صحيح. يعني فالعرض المسرحي هذا او الملتقى بشكل عام معترف به، وبالتالي نحن نقدر نتجول به في كل مكان في العالم، لان خلاص عندك شهاده اعتراف من هاي المنظمات اللي هي مسؤوله عن هذه الامور، خاصه يعني اليونيسف كانت تهتم بالطفل طبعا وغيره، وكان حضور الطفل موجود ايضا في
في العرض وفي الملتقى من خلال يعني وجود اللاجئين، بعض اللاجئين كانوا حاضرين يعني، لان هاي التوليفه جميله يعني قامت بها صباح بن زيادي المشرف على العمل، توليفه رائعه جدا يعني، يمكن هي استقطبت هؤلاء من المدارس ومن الاماكن من يعني مخيمات اللاجئين ومن كثير من الافارقه والاسيويين، فجمعتهم والايطاليين طبعا بالاضافه للايطاليين جلتهم في خليط واحد جميل يعني، في وانسجموا مع بعض وحبوا العمل واعطوا العمل بروحهم يعني، بالفعل تحسين انهم صادقين بما يقدمونه من عمل جميل جدا. لذلك لما خلص العرض قاموا يبكوا يصيحوا، لانهم خلاص يعني بعد العرض هذا شويه بالطول المسافه، لانهم ظلوا هم مع بعض شهرين لما اكتمل العمل. فبالتالي الان هم بيفترقوا لين ما ينتظم العمل مره ثانيه بعد شهرين ثلاث ما تعرفين. زين يعني بناء على هذا الشيء يعني هل هناك سيكون تعاون بين جمعيه الفجيره الاجتماعيه الثقافيه ووزاره التراث الثقافي والسياحه الايطاليه، ما يكون هذا التعاون قريبا او مستقبلا؟ لا بيكون في تعاون ان شاء الله. نحن طبعا هو نائب الوزير وزير التراث الثقافي الايطالي باولو ماسيني، التقيت معه وتحدثت معه، التقيت معه في باليرمو في مدينة باليرمو وتحدثنا كثير يعني، وكان بين لقاء وعشاء عمل أيضا تحدثنا فيه عن بعض الجوانب اللي نحن نتقارب معهم فيها، جوانب ثقافية أدبية فنية. فبالتالي هذا التعاون بيكون إن شاء الله قريب إن شاء الله. وأيضا مثل ما ذكرت لك أن هذا العمل المسرحي وبدعم من وزارة التراث الثقافي بتكون موجودة أيضا في إحدى مهرجانات الفجيرة إن شاء الله قريبا إن شاء الله. فبيكون التعاون كبير إن شاء الله، والتعاون إحنا نتمنى يكون على مستوى أكبر يعني، بالنسبة لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام هي اللي تتعاون، لأن هي المظلة الرئيسة لكل المؤسسات الثقافية في إمارة الفجيرة. أكيد أكيد طبعاً. إن شاء الله بالتوفيق لكم يعني. الله يسلم. خالد الضنحاني رئيس جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، شكرا لك على تواجدك معنا، وكلمة أو رسالة أخيرة توجهها للسادة المشاهدين. أوجه رسالة للمشاهدين ولمواطنين دولة الإمارات ولمقيمين في على هذه الأرض الطيبة، أننا في رؤية الإمارات 2021 نطمح أن تكون دولة الإمارات من أفضل الدول العالم، وفي مئوية الإمارات 2071 نطمح أن تكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم إن شاء الله. فبالتالي أقول لهم شدوا الهمة ونتكاتف جميعا مع القيادة الرشيدة لدولة الإمارات حتى نصل إلى هذا الهدف إن شاء الله تعالى. كل الشكر لك، ونلتقيك إن شاء الله مرة ثانية في مواضيع ثانية إن شاء الله. شكرا لكم. إذا مشاهدينا وزنا توصلين إياكم من مواضيعنا في 7 على 7، لكن تريونا عقب الفاصل. طول عمرك زي رجعنا لكم مشاهدينا من جديد، وما زلنا مستمرين في طائرة 7 على 7 وفقراتنا الجميلة والمتنوعة إن شاء الله. شو عندنا الحين يا وعد؟ عندنا اتصال هاتفي رح نتكلم عن الموضوع اللي ذكرناه في بداية حلقتنا لليوم اللي هو المشروع الذكي حافلتي. نعم. زين، في بداية موضوعنا اليوم رح نتكلم عن أطلق مجلس أبو ظبي التعليم ومواصلات الإمارات المشروع الذكي حافلتي، وجاء هذا المشروع ضمن حرص المجلس على توفير أفضل سبل السلامة خلال النقل المدرسي لأبنائنا الطلبة، والسعي للارتقاء بالتعليم وتوفير أفضل بيئة مدرسية آمنة للطلبة في دولة الإمارات. وللحد حديث أكثر عن الموضوع ويانا عبر الهاتف مباشرة المهندس خالد الأنصاري مدير إدارة الخدمات المدرسية بمجلس أبو ظبي للتعليم. أهلا وسهلا فيك وحياك ويانا اليوم في 7 على 7. أهلا وسهلا فيكم. بالبداية أستاذي نود نتعرف على المشروع الذكي حافلتي. مشروع حافلتي هو أحد المشاريع اللي تنفذت في السنوات الأخيرة بالتعاون مع مواصلات الإمارات. مثل ما ذكرتي في البداية أن سلامة الأطفال هي أولوية من أولويات المجلس، وبنفس الوقت أسعادهم، فأسعاد ولي الأمر وأسعاد الأطفال يمكن بتأمين سلامتهم وبتأمين الخدمات اللي تناسب رغباتهم. المشروع هذا هو مشروع من عدة مشاريع مثل ما ذكرت مع مواصلات الإمارات. زودت الحافلات المدرسية عندنا بأنظمة ذكية
لمراقبة صعود ونزول الأطفال منها، وبنفس الوقت مراقبة حركة الحافلة المدرسية وحركة السائق ومدى التزام السائق بقوانين المرور. أيضا تمثل نوع من الرقابة على أو الموفرة لولي الأمر أن يقدر يعرف مكان الحافلة في وقت انتقال ولده من وإلى المدرسة. جميل جميل جدا. إذا نحب نسألك، هل تعمم هذا الشيء على مستوى دولة الإمارات أم في مدينة أبوظبي فقط؟ المشروع هو بدأ يمكن كعينة بسيطة وصغيرة من السنة الماضية في المنطقة الغربية واللي هي مدينة الظفرة حاليا. نعم. المشروع بدأ وبدأنا مثل ما تقول بدأنا نتعلم من الأخطاء والمشاكل اللي واجهتنا في المنطقة. وبدأ زيادة حجم المشروع إلى أن غطى مدينة أبوظبي ومدينة العين، وإن شاء الله مواصلات الإمارات في سعيها أنها تغطي الإمارات بالكامل بمرور الوقت خلال السنة القادمة. نعم. إنزين، يعني أيضا نبي نتعرف أكثر، يعني ما هي آلية عمل وتطبيق هذا المشروع الذكي؟ آلية عمل المشروع مثل ما ذكرنا هو مشروع ذكي أو منظومة ذكية، يعني أقدر أسميها منظومة متكاملة ما بين المدرسة وبين الحافلة وبين ولي الأمر. على كل ولي أمر أن ينزل البرنامج الذكي من الأبل ستور أو من الأندرويد ستور، يعني هي موجودة في كل أسواق الموبايلات. نعم، من خلال البرنامج هذا يدخل على ولي أمر أنه يدخل رقم الهوية، فإذا كانت بياناته محدثة في المدرسة فراح يلاقي أسماء أبناء. نعم، يلاقي أسماء أبناء كلهم في خلال الأبليكيشن هذا. من خلال الأبليكيشن بيقدر يعرف وضع الحافلة في نفس وقت انتقال ولده منه إلى المدرسة. نعم. بالإضافة أن لا بالإضافة أن بتوصل له اللي هي عملية النوتيفيكيشن أو اللي هي الإنذارات، يعني عن موعد وصول الحافلة، عن صعود ابنه للحافلة، ولا سمح الله مثلا تأخرت الحافلة لأي أسباب، أسباب الأمطار، أسباب الضباب مثلا، فراح توصل له النوتيفيكيشن أو انذار ان الحافله في تاخير. فمن خلال البرنامج هذا راح يقدر يعرف كل ما يتعلق بخطر الحافله. أيه. ويضمن عدم تاخر مثلا ابنه في الوقوف على المدرسه في الشمس او في الوقوف تحت المطر في موسم الامطار. نعم. يقدر انه يراقب حتى الحضور والغياب لدى الطالب. أكيد هذه مرحلة مستقبلية، يعني كنا إحنا بدينا اليوم بس اللهم عملية صعود الأطفال إلى الحافلة ونزولهم، هذه راح توصل لرسائل بالكامل. وفي خطة شغالين عليها في الوقت الحالي أن المنظومة تكون متكاملة، راح توفر حضور وغياب الأطفال حتى في المدرسة. جميل. بس مع الوقت إن شاء الله البرنامج راح يكبر، وبحسب رغبات أولياء الأمور إن شاء الله كل الملاحظات اللي بتينا بنأخذها بعين الاعتبار. إنزين، من خلال تطبيقكم لهذا المشروع أو هذا التطبيق الذكي، خلينا نتكلم، يعني ما هي ردات فعل الأهالي أو الطلبة لهذا لمثل هذا المشروع؟ تبين الإيجابيات ولا السلبيات؟ نبغى الإيجابيات والسلبيات. أكيد أكيد. أنا قلت في فئة كبيرة من أولياء الأمور رحبوا بالبرنامج، يعني بالفعل أشادوا فيه أنه وفر لهم مجهود كبير، وخاصة في وقت الظهيرة، لأن كان ولي الأمر يعني يترك أحد في استقبال ولده عند وصول الحافلة، فكان يوقف مثلا بالساعات أو بالدقائق، هو مش عارف متى الحافلة هذه بتوصل. أما اليوم من خلال رقابته للحافلة يقدر يطلع من البيت من التكييف يعني، ويوقف عند باب البيت في وقت وصول الأطفال. نعم. فلاقى يعني إعجاب كبير من أولياء الأمور وإقبال على إنزال البرنامج هذا من الأبل ستور. بس واجهتنا إحنا مشاكل، ومثل
أي مشروع بيبدأ لازم في تحديات وفي مشاكل. أكيد أكيد. اللي هي عملية تحديث البيانات. يعني إحنا من هني من هالمنبر بعد نطلب من أولياء الأمور أنهم ضرورة عمل تحديث لبياناتهم في المدرسة. يعني رقم الهوية هو أنا توقعت يعني هالشيء. الأساسي. أكيد. بدون رقم الهوية وبدون ما يربط رقم الهوية برقم هويات أبنائه البرنامج هذا ما يشتغل. فإحنا بعد من هالمبار ندعي كل أولياء الأمور إلى أنهم مع بداية العام الدراسي يتوجهون إلى المدارس ويتأكدون من عملية تحديث بياناتهم موقع السكن وهوية ولي الأمر وهوية أبنائه. جميل جدا، ودوم أنتم يعني سباقين في هذا المجال، أكيد راح يسهل على أولياء الأمور الذين يعملون أيضا وعندهم أبناء في المدرسة أنهم يراقبون أولادهم ويراقبون الطلاب وين رايحين وين جايين وين موقع الحافلة ووقت وصولها مثل ما تفضلت، راح يوفر عليهم الكثير من التعب ويقدم لهم الراحة أيضا. أكيد يا سمير. إذن المهندس المهندس خالد، كلمة أخيرة تبغى توجهها حق الأهالي مثل ما ذكرت أو حق الطلبة اللي ممكن يكونوا مساهمين في مثل هذا المشروع الذكي. الكلمة الأخيرة، أنا أقول إن الحكومة جزاها الله خير وضعت التشريعات وضعت القوانين كلها لحماية أطفالنا وحماية أبنائنا في المدارس. فأطلب من كل أولياء الأمور تقبل القوانين والتشريعات اللي وضعتها الحكومة، لأنها في النهاية كلها تصب لحماية أطفالهم. فأهم شيء أركز عليه في مكالمتي هذه ضرورة استقبال الطالب عند عودته من المدرسة. يعني نزول الطالب من الباص لابد أن يكون في رجل بالغ أو امرأة بالغة أو أي من يخول ولي الأمر لاستقبال الطالب عشان نضمن عملية التسليم والاستلام السليمة للأطفال. جميل. هذا يعني هذه الرسالة اللي أتمنى أنها توصل لكل ولي أمر، أن يترك أي شخص في استقبال الطالب أو سيعاد الطالب إلى المدرسة حرصا على سلامة الطالب. جميل جدا، كل التوفيق لكم. أكيد. المهندس خالد الأنصاري مدير إدارة الخدمات المدرسية بمجلس أبوظبي للتعليم، شكرا لك على هذه المداخلة الهاتفية. جزاكم الله خير. جزاكم خير. كل الشكر لك مهندس خالد. إنزين. أكيد، وموضوع مهم جدا، يعني راح يسهل على أولياء الأمور ويضيف لهم الراحة والطمأنينة أيضا على عيالهم. دائما يعني دولة الإمارات سباقة في أنها تقدم الأفضل حق الطلبة وحق المقيمين والمواطنين أيضا. إذا مشاهدين ننتقل وياكم إلى هذا التقرير وموضوع آخر، موضوع جديد في 7/7، متحف النقود التاريخية في منطقة الفهيدي والذي يقع قريبا من متحف دبي، هو من المتاحف الذي يضم عددا من المسكوكات الإسلامية التي تبدأ من العصر الراشدي، ولنرى المزيد في هذا التقرير. متحف النقود التاريخية يوجد في منطقة الفهيدي بالقرب من متحف دبي. هذا المتحف يضم كم وكيف من المسكوكات الإسلامية بدءا من العصر الراشد، أي من سنة 30 للهجرة. هذه النقود طبعا التي تعرض في المتحف عبارة عن نقود من الذهب والفضة. هناك قسم يوجد للمسكوكات الساسانية المعربة التي عربت بعد سقوط دولة فارس واستيلاء المسلمين على دور السك هناك، أي أن الدرهم ساساني يحمل صورة كسرى ملك الفرس والدعاء له بازدهار الملك، و في الوجه الثاني النار المقدسة عند الفرس وحارسيها المدججين بالسلاح. هذا النوع من التعريب يعتبر التعريب الجزئي المرحلي، أي ما قبل الإصلاح النقدي. استمر هذا التعريب حتى خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه، غير تغيير بسيط. طبعا
من خلافة عمر رضي الله عنه بدأت تكتب على القطع بسم الله أو بسم الله ربي أو الله أكبر دون أي تغيير. لكن في خلافة معاوية أمر معاوية بحذف اسم الحاكم الفارسي من أمام الصورة واستبداله باسمه بعبارة معاوية أمير وريش نيقان، أي معاوية أمير المؤمنين. طبعا هذه الكتابة باللغة الفهلوية. استمر هذا التأريب حتى أن تولى الخلافة عبد الملك بن مروان، والذي يرجع له الفضل في تعريب النقود وتعريب الدواوين والكثير من، وحتى تغيير النظم الإدارية في إدارة الخلافة الأموية. والنقد البيزنطي أو الدينار البيزنطي يحمل صورة هرقل أو هرقل وولديه، وفي الوجه الآخر أربع مدرجات تعلوها العصا المطرانية وفي أعلى العصا الصليب. نجد أن في عام 77 ترفع عبد الملك عن استخدام النقد البيزنطي وأمر بسك الدينار الإسلامي الصرف، والدينار الإسلامي يزن 4.25 غرامات هو الوزن الشرعي، ويحمل في الوجه الأول محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وفي المركز نجد كتب لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وفي الوجه الثاني في الإطار كتب بسم الله ضرب هذا الدينار سنة 77، وفي المركز سورة الإخلاص. في 132 قامت الخلافة العباسية، وأول خليفة عباسي اللي هو أبو العباس السفاح. السفاح أراد أن يميز نقود عن نقود الأموية، قام بحذف سورة الإخلاص فقط مع إبقاء الماثورات السابقة كما هي، واستبدلها بعبارة محمد رسول الله في 3 أسطر. أن المتحف يضم العديد من الأجنحة والأقسام، منها النقود الساسانية المعربة، نقود الخلافة الأموية، نقود الخلافة العباسية، نقود الدويلات في الجزيرة العربية، نقود الدويلات في مصر وبلاد الشام، نقود الدول والدويلات في المغرب العربي والأندلس، العراق، فارس، خراسان، بلاد ما وراء النهر، وجزء من الصين وما يعرف الآن بتركستان الشرقية، إضافة إلى القارة الهندية. يعني الزائر سيجد تاريخ الأمة العربية الإسلامية محصور موجود في هذا المكان، رغم صغر مساحة المكان ولكن غني بتاريخه وبثقافته. رجعنا لكم مشاهدينا. مشاهدينا نحن الآن في فقرة عن قرب. تعرف مواقع التواصل الاجتماعي بأنها منصة تمكن الناس من التعبير عن أنفسهم والتعرف على أشخاص آخرين يشاركونهم الاهتمامات نفسها، وأصبحت شبكات التواصل الاجتماعي مشاهدينا تشكل جزءا كبيرا من اهتمامات وحياة الناس. للحديث أكثر أكيد رح نتحدث اليوم ويانا الأستاذ إبراهيم الحوسني، محامي ومستشار قانوني. أهلا وسهلا فيك. يا أهلا ومرحبا فيكم. بداية رح نتعرف يعني ما هي ثقافة شبكات مواقع التواصل الاجتماعي التي يجب اتباعها. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أشكركم على هذه الدعوة الكريمة والاستضافة الطيبة. مواقع التواصل الاجتماعي يعني صارت متزامنة مع حياتنا ومواكبة لكافة أوقاتنا، صرنا نتعامل معها في كافة التعاملات، حتى أنها بدأت تدخل في حتى التعاملات التجارية والتعاملات الكبيرة بين الناس، وهي في الحقيقة طارئة على المجتمع، يعني هي جديدة علينا وعلى ثقافتنا. إذا بنتكلم قبل 10 سنوات ما كانت ثقافة مواقع التواصل الاجتماعي مثل ما هي اليوم، فهي نقدر نقول أنها دخيلة على ثقافتنا، وقد ما تكون دخيلة بالمعنى السيء، لكن هي ثقافة جديدة
لازلنا أو لازال المجتمع غير متعود على طريقة التعامل معها وطريقة تعاطيها بالشكل الصحيح. طبعا هناك ناس يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بشكل سلبي، كيف يمكن الحد من هذه الظاهرة؟ وهل هناك قوانين معينة تكافح هذه الجريمة؟ نعم، شوف لما دخلت علينا مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة لما صارت الناس تتعامل مع بعض بدون ما تواجه بعض من وراء الشاشات وراء الكيبورد، فأصبحت لا تعرف التعابير. بالضبط، صارت التعابير الكتابية لا تعبر عن حقيقة المشاعر. صحيح. هذا أولا. صار المتحدث في مواقع التواصل الاجتماعي أكثر جرأة في أن يعطي رأيه، ما يخاف من لأنه مش مواجه، لأنه من وراء الكيبورد. أحيانا إذا خاصة إذا كان باسم وهمي أو اسم مستعار، أكيد سيكون أكثر جرأة على أن يرتكب الخطأ حتى، أو أن يعتدي على الآخرين ويتجاوز بالألفاظ والمصطلحات اللي ما يجرؤ أنه يقولها وجها لوجه أمام الآخرين. صحيح. فصاروا الناس أكثر جرأة وأكثر ارتكابا للأخطاء. نعم. صاروا أكثر ارتكابا للأخطاء وللجرائم، لذلك خاصة خلنا نقول الأعمار الصغيرة، الشباب في أعمار الشباب يعني صاروا أكثر جرأة في تعاطيهم مع هاي المواقع وإبداء رأيهم، حتى صار يعني الكلام اللي ما كان أحد يجرؤ أن يقوله في السابق أصبح متاح والكل يقوله والكل يتداوله في مواقع التواصل الاجتماعي. لذلك دولة الإمارات من أوائل الدول اللي تدخلت سريعا في الجرائم الإلكترونية والحد منها. في عام 2006 كان أول قانون يصدر في دولة الإمارات لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكان هذا يعني في بداية التعاطي مع مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا أو مع وسائل تقنية المعلومات. في 2012 ألغي هذا القانون لأنه أصبح في خلال 6 سنوات غير صالح للتعاطي، وصدر قانون في 2012 شدد العقوبات بشكل كبير ووصلها لمئات الألوف، الغرامات وصلها لمئات الألوف، وصلت أحيانا لأرقام يعني تحسب ب6 أصفار، يعني الغرامات توصل للمليون في بعض الجرائم اللي قد يعتبرها بعض الناس أو المتعاطين لمواقع التواصل الاجتماعي أشياء بسيطة جدا أو مزحة. بالضبط، أو مزح أحيانا تكون بين الأشخاص توصل غرامتها للنصف مليون درهم في بعض الأحيان. نحن نتكلم عن داخل الدولة، لكن نبغى نتكلم أكثر عن خارج الدولة. المبتزين اللي ممكن أنهم يدخلون مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر اتصال هاتفي، ممكن أنهم يدخلون في حياتنا، في شخصياتنا، أو مثلا يدخلون في صورة خاطئة، كيف ممكن تتم عقوباتهم هؤلاء؟ قانون جرائم تقنية المعلومات ما ترك هاي الفئة من الناس من إيقاع العقوبة عليهم أو تجريم أفعالهم. الابتزاز الإلكتروني جرم قانون تقنية مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وفرض عليه عقوبة تصل بين 250 ألف إلى 500 ألف درهم بالإضافة للحبس الذي يصل إلى 2 سنين. هذه عقوبة الابتزاز الإلكتروني الذي يبتز غيره ويدعوه أو يهدده عن طريق التهديد وغيره لأن يفعل أشياء أو يترك أشياء يجب عليه فعلها. صحيح. بالإضافة إلى أن القانون جرم أيضا انتهاك المواقع الإلكترونية اللي يسمونها الهكر، الاعتداء عليها واختراق المواقع هاي، أيضا القانون جرمها بعقوبات أيضا قاسية. منتحلين الشخصيات مثلا، خلينا نقول هناك يعني عدد كبير من الناس الذين ينتحلون شخصيات إعلاميين، شخصيات سياسيين. صحيح. ناس ذوي شأن في دولة الإمارات أو غير دولة الإمارات، في الوطن العربي بل في العالم كأجمع، ينتحلون شخصياتهم ويقومون بالتواصل مع المجتمع والناس ويهمونهم أنهم هذه الشخصيات. طبعا هل يمكن معرفتهم واكتشافهم من قبل مثل الفرق في الجرائم الإلكترونية في الشرطة مثلا؟ وما هي العقوبات اللي ممكن يحصل عليها هذا الشخص الذي قاعد يزيف من اسم هذا الشخص المشهور وقاعد يتعامل مع الناس بطريقة سيئة ويهددهم، أو أنه ممكن يطلب منهم أشياء يقومون فيها؟ سؤال جدا جميل، وأنا لا أخفيك سرا أن بشكل شبه أسبوعي إحنا توصلنا اتصالات، أنا كمحامي توصلني اتصالات وتساؤلات من متابعين ومن أشخاص
تعرضوا لمثل هذا الابتزاز أو لمثل هذه الطرق الاحتيالية. نعم. الطرق الاحتيالية هاي طبعا القانون جرمها وعقوبتها توصل لثلاث سنوات وفق قانون العقوبات، الانتحال صفة شخص آخر والاستيلاء على أموال الآخرين بانتحال هاي الصفة. نعم. قانون يعني شدد العقوبة فيها، لكن أنا أستغرب مش من المحتال، أنا أستغرب من المحتال عليه اللي تنطلي عليه هذه الأكذوبة بأن شخصية مرموقة بهذا المستوى في المجتمع تطلب منه 10,000 و 15,000 درهم حتى يساعد يعني شخص آخر، وبطرق يعني بدائية جدا وبأساليب يعني مكشوفة جدا. ووصلتنا فعلا قضايا في ناس حولوا مبالغ لدول أخرى، وأنا يعني وصلت لمرحلة كنت أقول اللي حول مبالغ لهؤلاء الأشخاص يستاهل خسارة هاي المبالغ، وهي تعتبر عقوبة له لأنه حول يعني مبالغ. نحن ما نعرف هذه المبالغ تروح لمن، ما تأكد من صفتهم، هو ما تأكد من صفتهم، ما تأكد من صحة كلامهم، لمجرد أن هذا الاسم عنوان الحساب الإلكتروني وصورة وهمية ومجموعة صور في الحساب قد تكون مسروقة من جوجل ومن غيره، صدق أن هذا هو هذا الشخص المرموق وأنه موجود في الدولة الفلانية وأنه يحتاج هذا المبلغ، فأقوم أحول له هذا هاي المبالغ. في وصلت في بعض القضايا اللي عرضت علينا إلى مئات الألوف تم تحويلها من شخص واحد إلى مثل هاي الحسابات. وبعدين نحن ما نعرف منو هذه الجماعات، ممكن تكون جماعات إرهابية، جماعات متطرفة. نعم. تأخذ هذه الأموال لصالح أغراض شخصية لهم. وهنا الخطورة في وهنا الخطورة في هذا العمل. أنك أنت تتعرض لواقع تكون أنت مساهم في دعم الإرهاب، في دعم العمليات الإرهابية، في قتل الآمنين بأموالك هاي اللي أنت سامحني القانون لا يحمل مغفلين. صحيح. هذا من هذا الناس يتداولونها هاي الجملة وقد يكون جزء منها صحيح، ولكن اللي بيت برا وعنده المال هناك جمعيات خيرية، هناك مؤسسات وطنية معتمدة في دولة الإمارات ممكن إنه يروح ويدعم مثلاً مثل ما تقول. بالعكس. نعم. القانون في دولة الإمارات يجرم ويعاقب الشخص الذي يتبرع لغير الجهات المرخص بها. إنزين. نعم. أستاذ إبراهيم أنا بأسألك عن شيء ثاني آخر، كون من موقف حاصل في أرض الواقع، إذا كان هذا الحساب مثلا موثق من حقوق الملكية الفكرية وتم التعرض لمثل هذا الموقف اللي أنت ذكرته أن طلب مبلغ مادي بقيمة 10,000 أو 15,000 من شخص أنك تساعد شخص آخر، وهذا الحساب موثق يعني موثق من حقوق الملكية الفكرية، يعني اللي هي خلينا نقول أن احنا نقول الصح الأزرق اللي عدال الاسم، ففي هذه الحالة يعني ما أدري أنا. يعني يقول الحساب هذا موثق من إدارة تويتر أو فيسبوك أو إنستغرام من وغيره، أي موقع علامة الصح. نعم. معناها أن هذا الحساب فعلا يعود لهذا الشخص، وبالتالي إذا أي شخص تعرض لعملية احتيال من صاحب هذا الحساب خلاص مسألة الوصول إليه سهلة جدا، لأن إنسان معروف وشخصية معروفة يمكن الوصول إليه ورفع دعوة قضائية عليه، وهي مسألة سهلة جدا. الخوف من الحسابات الوهمية غير الموثوقة. بزيدك من الشعر بيت للعلم، وعد أن هناك طرق ممكن تفعلين حسابك وتوثقينه رسميا من قبل مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه حدثت معي أنا عندي حد من أصحابي مهوسين في مجال التواصل الاجتماعي، وصلت درجة أن كل حساباتهم صارت موثقة، ففعلا ممكن ناس عاديين يوثقون حسابهم وبعدين ينتحلون شخصيات، ممكن أنهم يبتزون الناس ويأخذون مثل هذه الأشياء. نعم. إنزين، للحديث أكثر عن مثل هذه الجرائم الإلكترونية، ما هي نوع الجرائم المرتكبة مثلاً في حق المستخدم في هذه المواقع؟ كل الجرائم ممكن ترتكب عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق وسائل تقنية المعلومات. أيوة. ابتداء من أصغر الجرائم اللي هي السب والقذف اللي كثير من الناس اعتاد على إلقاء كلمات السب والشتائم، اللي في كثير من الناس للأسف يعني صارت عامة بين الناس يتداولون هاي الكلمات من بينهم. قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قاوم هاي الآفة وجرمها وقال أن من يقوم بسب الآخرين أو شتمهم أو قذفهم بأفعال غير لائقة يعاقب بغرامة بين 250 ألف إلى 500 ألف درهم وبالحبس اللي يصل لثلاث سنوات، إلى أكبر العقوبات أو أكبر الجرائم اللي ممكن ترتكب، وهي الجرائم الماسة بأمن الدولة والأمن الداخلي. نعم. والأمن الخارجي. نعم. وغيرها. أيضا قانون تقنية المعلومات جرمها وعاقب عليها وفرض عليها عقوبات قاسية جدا، بل أكثر من هذا
قانون تقنية المعلومات ذكر في نهاية مواده أن أي جريمة لم ينص عليها هذا القانون، أي جريمة غير موجودة في هذا القانون تم ارتكابها بواسطة وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، تعتبر العقوبة فيها مشددة أكثر من العقوبة التي يرتكبها لو ارتكبها شخص بطريقة عادية بعيدا عن وسائل تقنية المعلومات. فارتكاب الجرائم عبر وسائل تقنية المعلومات العقوبة فيه مشددة، للسبب اللي ذكرناه في البداية أن الناس عبر هاي الوسائل تتجرأ أكثر ويصير عندها جرأة أكثر على قول ما لا يمكن قوله في المواجهة. أكيد نحن خلنا نقول وعد بأن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت سلاح ذو حدين بلا شك، يعني وأن الحديث في موضوع التواصل الاجتماعي حديث كبير وواسع وله مشتقات كثيرة، لكن خلنا نتكلم عن وضعنا الراهن الآن في دولة الإمارات وفي الوطن العربي والخليجي بشكل عام. هناك فئة من الناس من يتعاطف مع الأوضاع والأزمات اللي صايرة، هل هناك قوانين يعني تخالف هذه الناس وتقاضيهم إذا تم التعاطف مع أي موضوع من المواضيع اللي تخص في الدولة أو بالشأن الخليجي أو العربي في وضعنا الراهن؟ في مادة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تشير إلى أن من الجنايات أن ينشر الإنسان أي صور أو أخبار حتى لو كانت صحيحة، أي صور أو أخبار حتى لو كانت صحيحة بقصد السخرية من هيبة الدولة أو الاستهزاء بها أو الإسقاط من هيبتها، إذا كان يقصد إهانة الدولة أو إسقاط هيبتها أو شيوخها أو قادتها أو أعلامها أو رموزها يعاقب بالسجن مدة تصل لـ 15 سنة. 15 سنة. نعم. إذا استطال مستعمل هذه الوسائل التقنية في حساباته أو على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها على رموز الدولة وعلى هيبة الدولة، وقام بمثلا خلنا نقول بنشر أخبار بهدف السخرية أو الحط من هيبة الدولة أو من قادتها أو رموزها، فإنه يعاقب بالسجن مدة تصل 15 سنة، وهاي من العقوبات القاسية جدا في قانون جرائم تقنية المعلومات. والهدف من هذه المادة هو الحفاظ على الأمن العام في الدولة والاستقرار وعدم السماح للمغرضين بإثارة هاي الفتن وإثارة البلبلة بين أفراد المجتمع. نعم. زين برأيك أستاذ إبراهيم، يعني هل مواقع التواصل الاجتماعي تقرب البعيد أم تفتت حياتنا الاجتماعية كما يسميها البعض مثلا العالم الافتراضي؟ نعم، ومثل ما قال أخوي سمير أن هي سلاح ذو حدين. وسائل التواصل الاجتماعي تقرب البعيد وتبعد القريب. فنحن لما نغوص في مواقع التواصل الاجتماعي لا نشعر بما حوالينا من أحداث ومن أهل، تجدين الشخص غايص، وكلنا يعني نستعمل هاي المواقع ونشعر بهذا الشعور، إن لما نستعمل هاي المواقع ننسى اللي حوالينا ونغوص فيها، ولها تأثير عجيب. لذلك استحوذت على يعني عقول كثير من الناس، وصاروا الناس وبعض الشباب يعني تشوفهم انطوائيين جدا، وبإمكانه أن يقعد في غرفته، وهذا ما كنا نقدر نسويه ونحن صغار. صحيح. أن الواحد يقعد في غرفته بالخمس ساعات وست ساعات هذا شيء مستحيل. أكيد. لكن الآن تجدين يعني ينطوي على نفسه بالساعات، أطفال صغار في الأربع والخمس سنوات ممكن يقعد في غرفته بالخمس والست ساعات بدون ما يتحرك، ومعه التليفون هو يشاهد مثلا مقاطع اليوتيوب أو الأفلام أو مواقع التواصل الاجتماعي لما فيها من يعني تأثير عجيب وتأثير على العقل، تخلي الشخص يندمج فيها ويغفل عن الواقع اللي هو عايش بما فيه. أن نحن دخلنا في موضوع الأطفال والشباب، خلنا نتكلم ما هي سبل الوقاية لترسيخ الوعي من قبل العائلة وحتى المدارس والمحيط الداخلي والخارجي للأفراد، وكيف أن نحن نقدر نحمي أطفالنا يعني من خلال هذا المنبر الإعلامي نقول لهم يتوخون الحذر من مواقع التواصل الاجتماعي بأنهم ما يفرطون في استخدامه. أيضا هذا المنبر واحد من الوسائل اللي نقدر نطبق فيه اللي أنت قلته، نشر الوعي وتعليم الناس وتحذيرهم وإيصال المعلومة لهم. لا زال قانون تقنية المعلومات بعيد عن أذهان الناس، لا زال الناس لا يعرفون محتوى هذا القانون،
لذلك هذا دورنا نحن كقانونيين طبعا ان احنا نشارك في الفعاليات المجتمعيه ونعلم الناس ونوعيهم ونقولهم يعني ديروا بالكم وانتبهوا هذا القانون يعاقب بكذا وكذا وكذا حتى ما يقعون ما ننتظر حتى يقع الفاس في الراس مثل ما يقولون أكيد. وبعدين ما في مجال للانقاذ تصير يعني وقعت الواقعه لا نحن نوعي الناس في كافة المنابر وعلى كافة الأصعدة وداخل مواقع التواصل الاجتماعي ونوصل للناس إلى بيوتهم وإلى حساباتهم ونبلغهم بما في هذه القوانين من أحكام ومن عقوبات ومن وسائل حتى يأخذوا حذرهم والحمد لله رب العالمين نحن يعني بدينا بحملة صار لها كم سنة اسمها دير بالك لقت يعني قبول كبير من عند الناس نبه الناس لبعض الأخطاء اللي ممكن يقعون فيها نحذرهم من بعض المشاكل اللي ممكن يتعرضون لها والحمد لله كثير من الناس بدوا يعون ويعني يستفيدون من هاي الحملة اللي بدأنا فيها من 3 سنوات جميل جدا أستاذ إبراهيم الحوسيني محامي ومستشار قانوني وأيضا نائب رئيس شبكة الشارقة لحماية الطفولة كل الشكر لك وكل الشكر لمشاركتك ويانا لهذا الموضوع المهم فعليا في 7/7 الشكر لكم شكرا لك مشاهدينا الكرام نحن ما زلنا مستمرين في فقرات برنامج 7/7 لكن خلكم جالسين مكانكم بعد الفاصل راجعين لكم حياكم جديد مشاهدينا ورح ننتقل وياكم إلى موضوع آخر حيث تضم مركز الحديقة الإسلامية الشارقة هي أول حديقة إسلامية تم افتتاحها على مستوى العالم تضم 50 نوعا من النباتات التي ورد ذكرها في القرآن الكريم والسنة النبوية ومصنفة بدقة حسب استخداماتها الطبية وفوائدها المعروفة للمزيد من هذه التفاصيل في التقرير التالي حديقة إسلامية افتتحت في العالم تضم فيها نباتات مذكورة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة يبلغ عددها 52 نبتة نبتتان لم يتم ذكرهما وهما الزقوم والغرقد الزقوم نبات من أصل الجحيم وليس له وجود في الدنيا الغرقد نبات حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها شجرة اليهود شملنا جميع النباتات التي ذكرت في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ولا ننسى فكرة سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد بالتعاون مع يونسكو في عام 2014 تم إنشاء أول حديقة إسلامية في العالم عندنا نحن الحديقة قسمت إلى 3 أقسام من أشجار وشجيرات وأعشاب عندنا الأشجار تكون في أول القائمة لأن قامتها تكون أكبر عن الشجيرات والأعشاب عندنا أيضا شاشات صغيرة هي شاشات العرض تضم جميع المعلومات التي موجودة عندنا نحن في الحديقة والآيات التي ذكرت فيها وأيضا الأحاديث عندنا أيضا لوحات صغيرة في الممرات تبين لنا صورة النباتات والاسم العلمي لها والاسم الإنجليزي لها أيضا عندنا نحن لوحات تبين لنا طريق الحرير وهو طريق يبين كيفية اكتشاف بعض النباتات والتي ليست موجودة في شبه الجزيرة العربية يتم متابعة الحديقة مهندسين مختصين وأيضا مرشدين يتابعون كل نبتة وتطوراتها والوصف النباتي لها أيضا عندنا
عندنا مجموعة هائلة من السواح حابين يكتشفون وحابين يعني يكتشفون المكان ويتعرفون على المكان، وذلك يعني فضولهم عن الإسلام، فهذا ما طريق يعني فتحناه علشان يتعرفون عن الإسلام بس بطريقة ثانية، يتعجبون في قدرة الخالق في بناء هذا الكون وكيفية أن ذكره في جميع الأشياء، أن يعني قدرة الخالق شملت جميع الكائنات الحية بما فيها النباتات أيضا. رجعنا لكم مشاهدين من جديد، وأكيد نحن وصلنا للفقرة اللي كل يحبها، فقرة عظماء من التاريخ. رجعنا لك ليالي مرة ثانية في فقرة عظماء من التاريخ. نعم، تابعونا بالفقرة لنتحدث عن شخصية تاريخية بامتياز إن شاء الله. شكرا لكم. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، هذه المرة إلى فقرة عظماء من التاريخ. الشخصية التي سوف نبحر في الحديث عنها هذه الليلة شخصية تاريخية بامتياز، حبه في التعرف على الناس ورؤية الأطباع المختلفة واكتشاف الأماكن الجديدة جعله يدور حول العالم وأصبح مثالا يحتذى به. علكم استنتجتم أننا نتحدث عن ابن بطوطة الرحالة العربي الذي قام بعدد كبير من الرحلات حول العالم. اسمه محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي، ولد في مدينة طنجة عام 1304 ميلاديا، وكان والده من الفقهاء الذين عملوا في القضاء، وكان حريصا بشكل كبير على أن يعلم أولاده القرآن الكريم كاملا وأصول الفقه والشعر والأدب ومختلف العلوم. عندما بلغ 22 من عمره ذهب لأداء مناسك الحج، وخرج مع قافلة لم يعرفها ولكن فقط بهدف التعرف على مختلف الأطباع والعادات التي يقوم بها الناس، وكانت هذه الرحلة نقطة تحول في حياته، ومن بعدها عزم على التجول في بلاد المسلمين. قضى ابن بطوطة شهرا كاملا في مكة المكرمة، ثم انضم إلى مجموعة الحجاج الذين عادوا إلى العراق، وتوقف في النجف حيث قام بزيارة ضريح علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وبدل أن يستمر مع القافلة إلى بغداد، بقي ضيفا في خانات حاكم الموصل، وبعدها بدأ ابن بطوطة رحلته في بلاد فارس التي استمرت 6 أشهر. عاد ابن بطوطة إلى مكة وبقي فيها حوالي 3 سنوات، وبعدها ذهب إلى ميناء جدة على ساحل البحر الأحمر، ومن هناك تبع سلسلة من السفح إلى الساحل الشرقي أو إلى الساحل، ووصل إلى اليمن وزار منها عدة أماكن متفرقة، ثم ركب ابن بطوطة في عدن سفينة متجهة إلى زيلع في ساحل الصومال، وزار أيضا عدة مناطق مختلفة فيها. وعندما وصل إلى مقديشو حيث كانت في أوج ازدهارها، وصفها ابن بطوطة بالمدينة الكبيرة المليئة بالتجار الأغنياء. واصل ابن بطوطة رحلته بالسفينة إلى ساحل الإقليم الذي عرف بعد ذلك ببلاد الزنج، وبعدها كانت وجهته التالية إلى مدينة كيلوا الساحلية التابعة لتنزانيا حالياً، ووصفها بأنها واحدة من أجمل المدن وأفضلها بنيانا في العالم. عاد بعدها إلى مكة المكرمة وأمضى فيها عاما كاملا، تعامل مع سلطان دلهي أثناء رحلته إلى الأرض التي يسيطر عليها السلاجقة في الأناضول، وبعدها كانت له جولة طويلة في بلدان الشرق الأدنى وآسيا الوسطى والجنوبية. تعرض ابن بطوطة ومن معه إلى هجوم من قبل إحدى عصابات قطاع الطرق
أثناء رحلته إلى الصين، ولاقى العديد من الصعوبات في هذه الرحلة كغرق إحدى سفنهم بسبب عاصفة رعدية. لم يكن هناك خيار لابن بطوطة سوى الرحيل إلى الهند، وفي طريقه استقر مدة 9 أشهر في جزر المالديف، وتزوج من أحدى بنات الملك المدعو عمر الأول. نعم، عندما إذن مشاهدينا ومن جزر المالديف انتقل إلى سريلانكا، وفي طريقه بدأت سفينته بالغرق كما أن المركب الذي حاول الوصول إليهم لإنقاذهم تعرض لهجوم من قبل القراصنة، مما جعل ابن بطوطة يعود إلى جزر المالديف مرة أخرى. ذهب بعدها إلى الصين، ومر برحلته هذه بالعديد من المغامرات والصعوبات. وأثناء عودته من مدينة كوانغشو بدأ برحلة العودة إلى دياره المغرب، مرورا بدمشق ومكة، حيث علم وقتها بوفاة والديه بمرض الطاعون، ليبقى متوجها إلى طنجة مرورا بالأندلس ليصل إلى مراكش التي كانت كمدينة أشباح بسبب انتشار مرض الطاعون. زار ابن بطوطة ما يعادل 44 دولة حول العالم مع مروره من مختلف المدن، وقطع ما يقارب 73,000 ميل. توفي عام 1377 عن عمر يناهز 73 عاما. دونت رحلات ابن بطوطة في كتاب يسمى تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، أو المعروف أيضا باسم رحلة ابن بطوطة، حيث يتحدث الكتاب عن رحلات ابن بطوطة ومختلف المغامرات التي واجهته. إذن مشاهدينا، من صولات وجولات الرحالة المغربي حول العالم ابن بطوطة، نعود بكم إلى وعد وسمير لمتابعة بقية فقرات 7 على 7. كل الشكر لك ليالي على هذه الفقرة الجميلة، عظماء من التاريخ. أكيد. والشخصية الرائعة ابن بطوطة، بالفعل الرحالة العربي طبعا المعروف. صحيح. ابن بطوطة، وكل الشكر لك، ونتمنى إن شاء الله في حلقات قادمة شخصيات أروع وأجمل بإذن الله. شكرا لكم. شكرا لك. يعد منهج الجودة الشاملة أحد المداخل المعتادة للقيادة العامة لشرطة دبي، وذلك من أجل إحداث تغييرات هيكلية وإيجاد آليات فاعلة لإشراك مجتمع الأكاديمية الشرطية في عمليات التقويم والتطوير المحققة للآبال والتطلعات. للمزيد من التفاصيل فلنشاهد التقرير التالي ثم راجعين. في شرطة دبي من خلال طبعا سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، وكذلك معالي الفريق ضاحي خلفان وسعادة القائد العام، حريصين على أن احنا ننهج نهج تميز، وبالذات فيما يخص إسعاد الموظف وتهيئة البيئة المناسبة له، اللي من وجهة نظره هو كرجل شرطة وكذلك المدنيين اللي موجودين هناك بيئة عجمة في المحيط الذي يعملون فيه، كذلك من حيث مكاتبهم والمسألة اللي يأتون إليها. العملية تحتاج إلى أن يعني تكون هاي البيئة مناسبة للشخص اللي يعمل في السلك العسكري. احنا هاي المسألة يعني حريصين عليها، تم تغييرها كبيئة عمل نوفر له الراحة التامة في أنه يبدع. ولهالسبب يمكن لما مريت وشفت الإبداعات اللي موجودة في المكاتب، خاصة لبعض العناصر النسائية الآن اللي موجودة، خاصة لضباط الصف
اللي موجودين والضباط عموما. المسألة بحاجة إلى أن يقضي إذا كانت عندنا وقت فراغ مثلا نصف ساعة، وين يقضيها؟ إذا يقضيها في محوط عمله مع زملائه. الحاجز العسكري اللي احنا نتبعه محافظين عليه، لكن في المقابل كذلك نعطيه اريحيته في انه يلتقي بمسؤول مباشر معاه، ممكن يجلس، ممكن يحصل له اماكن راحه، ممكن يقترح، ممكن قليلا يتسلى، ممكن اماكن للقراءه. كل هاي المواضيع وفرناها له، حريصين على ان هذا الموظف له حقوق علينا واحنا ملتزمين فيها، وكذلك نهيئ إلى البيئة اللي ممكن ينتج فيها إنتاج عالي ويبدع ويبتكر. حياكم من جديد مشاهدين، ولازلنا متواصلين وياكم. إذا ننتقل إلى هذا الفاصل ومن ثم راجعين نستكمل باقي فقراتنا في 7 على 7. مرحبا وسهلا مشاهدينا الكرام، نحن الآن في فقرة بانوراما. تعتبر الموسيقى النبض والروح التي تؤثر على حياتنا في كافة المجالات، وانتشرت في الآونة الأخيرة مجموعة كبيرة من المعاهد التي تعلم الموسيقى للأفراد بمختلف الأعمار وعلى معظم الآلات، ومن الآلات الشرقية العريقة هي آلة العود التي أصبحت تتفرد في المسارح العالمية. كما أن فن التمثيل يرتبط وبقوة بباقي الفنون من حيث الحس والإيقاع الداخلي. للحديث أكثر عن هذه الموسيقى والنغم والتمثيل، اسمح لنا نرحب بضيفنا لليوم الفنان المتعدد المواهب المطرب والعازف وأيضا الممثل هزاع الضنحاني. أهلا وسهلا فيك. يا مرحبا بكم، مساء الخير عليكم وعلى الجمهور الكريم. أشكركم على هالاستضافة الطيبة للمرة الثانية في هذا البرنامج الطيب. أهلا وسهلا فيك في استديو 7 على 7، وإن شاء الله اليوم نتكلم وياك عن هذه المواهب المتعددة والخليط الفني المتواجد فيك هزاع. لكن بداية نبغى نتحدث، يعني دخلنا في العود، نتحدث عن اختيارك للموسيقى وخصيصا آلة العود. طبعا الموسيقى هي غذاء الروح. آلة العود هي من أقدم الآلات الموجودة في الوطن العربي، أو هي آلة عربية شرقية، يعني يصل عمرها أكثر من 500 سنة أو أكثر عن 500 سنة. نعم. فحبيت أنك أنت تنفرد في آلة العود. آلة العود يعني ما أنا يعني يوم كنت صغير كنت أحب أسمع العود، ودائما أشاهد الفنانين لما يعزفون عود، فكنت أتمنى. أكيد كان حد من حولك عازف عود؟ لا والله بالعكس، أنا الوحيد في العائلة يعني. الوحيد في العائلة. بالضبط. بس من الطفولة. وين كانت الشعلة خلينا نقول البداية؟ هي البداية يعني أنا كنت أغني قبل بس. نعم. ما أعزف آلة. نعم. فمن يعني الحمد لله كبرنا ورحنا الجامعة، فاخترت هني عاد إني أنا لازم تتخصص في أتخصص آلة في آلة معينة، ومثل ما كنت أحب العود فالحمد لله يعني مارست شوية وتعلمت مع أصدقاء يعني كانوا يعزفون، فعلموني يعطوني المقامات السهلة، والحمد لله مع الممارسة صرت شوية يعني ما وصلت للاحتراف، لكن الحمد لله يعني المستوى ما شاء الله وصيح. عليك. نعم. بارك الله فيك. إنزين خلينا نتحدث عن الموسيقى بشكل عام، هل الموسيقى تلعب دور في تغيير النفس لدى الإنسان وتغيير مزاجه؟ بالضبط، هي الموسيقى فيها السجن أو الشجن. الشجن لابد أنه يريح النفس، يعني الإنسان يرتاح نفسيا من الكلام، من اللحن،
من العاطفة الموجودة في الموسيقى اللي احنا نقدر نقول عليها الموسيقى الهادفة، الموسيقى ممكن تكون وطنية أو شعبية، فلا بد أنها تريح الإنسان وتعطيه نفسية أفضل يعني. إنزين نبغى نسمع شيء الحين. نسمع. أنا بخاطري اليوم أعزف أغنية للفنان. اللي بخاطرك نبغى نسمع شيء من إحساسك. نسمع. إنزين. أتبعك ويطول العمر ويطول الطريق جو خطوتي وأدورك في خدود الزهر في الليل في عيون القمر وأدورك في نبض قلبي الجديد كل ما لمحتك بعيد واسأل عليك الصبر أدورك في نبض قلبي الجديد كل ما لمحتك بعيد واسأل عليك الصبر الله لو تدري حبيبي وش كثر مليت العتاب الله لو تدري حبيبي وش كثر مليت العتاب وانت في قلبي حزن انت في عيني حزن في عيوني سراب في عيوني سراب في عيوني سراب يا مرحبا الفنان عبد المجيد عبد الله لابد غنيته بإحساسك الجميل صراحة وعد أنا أقول إن لكل فنان لإحساس يميزه عن الآخر أكيد. أنا هذا اللي شفته في برنامج 7 على 7 نحن استضفنا العديد من الفنانين لكن هناك بعض الفنانين اللي ينفردون بإحساسهم وبعض مثل خلينا نقول النقلات في الصوت الأشياء اللي أنتم تعرفوها أكثر منا يعني نحن في الموسيقى فكيف إن أنت تميز خلينا نتكلم الحين أنت عندك موهبة التمثيل والموسيقى كيف تميز بين هذين الاثنين وهل الموسيقى والتمثيل انسجموا معك في عمل مثلا واحد والله مؤخرا أنا كان لي مسرحية في العيد الماضي نعم في مسرحية فاشينيستا كانت معانا الفنانة القديرة هيفا حسين أكيد فكان دوري فنان أغني يعني الشباب طلبوني في هاي المسرحية كان عندهم فقرة برنامج غنائي أو مواهب أكيد أكيد نعم. فحطوني أنا من ضمن المواهب الموجودة في المسرحية فهذا آخر عمل لي يعني كان هو تمثيل بس كيف مزجت التمثيل بين الموسيقى؟ يعني الدور يتطلب واحد يغني نعم أو يتطلب موسيقى فكذلك في بعض المسلسلات يعني أنا قدمت بعض الأغاني قدمت بعض الشلات في مسلسل وديمة كان لي نعم كنا نتحدث عن وديمة بالضبط فبالعكس يعني استخدمت الموسيقى في كذا عمل لي كان مسرحي أو درامي إنزين نبغى نتحدث أكثر يعني عن المزج الحاصل حالياً بين العرب سوري كنت بتكلم عن العرب لكن بحول سؤالي بين العرب والغرب في آلة العود يعني هو ما في مقارنة هذه آلة شرقية لها مقامات أخرى عن الأشياء الغربية أو الآلات الغربية يعني الآلات الغربية مثل الجيتار والبيانو ممكن تقدر تجيب بس 4 أو 3 مقامات وصلت في مسارح عالمية أيضا بالضبط بس العود فيه 8 مقامات أي. اللي الآلات الغربية ما تقدر تصل لهذه يعني ما فيها مساحات لهاي الدرجة مثل الآلة الشرقية اللي هي العود والكمنجة والقانون ففي فرق في فرق وايد يعني بالضبط بس العود يعني أنت تقدر تعزف بيتهوفن في العود بس ما تقدر تعزف ميحد حمد في الجيتار فهذا الفرق العود يجيب مساحات أكثر في الموسيقى نعم. إنزين نبغى نسألك عن مشاركاتك داخل الدولة وخارجها والله صارت لي مشاركات كثيرة الحمد لله في فعاليات وطنية في الاحتفالات الرسمية في الدولة آخر مشاركة لي كان حفل في قلعة الجاهلي في العين تنظيم من هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة نعم فكان حفل للأغنية الشعبية الإماراتية كان يركزون على الأغنية الشعبية الإماراتية والحمد لله يعني هزاع صرحت في إحدى اللقاءات بأنك لا تحب خلنا نتكلم الحين عن التمثيل نعم صرحت بأنك لا تحب الأدوار
الشريرة. نعم. هل هذه الأدوار بالأساس هي صعبة الأداء بالنسبة لك، أم هناك حالة خاصة تعيشها بعدم، يعني عندك سبب في ما بالك تقول بأن أنا ما بأدي الأدوار الشريرة؟ نعم. والله هو على حسب الفرص. أنا أشوف طبعك يعني. نعم. أنت كشخص أساسا ماما. بالضبط. نعم. أول أن أنا كفنان أنا محدود الأداء، والفرص التمثيل ممكن قليلة هالأيام، فأنت أو أنا ماخذ لي يعني خط معين أمشي عليه، وما أحب أشتت نفسي في المواضيع. طبعك هذه يعني ما. بالضبط. بعدين تراعي الجمهور، الجمهور اليوم يتأثر وايد بالشخصية، إذا شافك شرير ممكن يتحرك أنت برا شرير. فبالعكس حبيت أكون يعني في الشخصيات الخفيفة المحبوبة. أكيد. العاطفية أفضل يعني بالنسبة لي. نعم. أكيد. تبغى تسمع شيء أحس؟ أكيد أبغى أسمع شيء. نسمعكم. عاد سمع لي منو هالمرة؟ بنسمعكم يعني الأغاني الشعبية الإماراتية. يا الكوس يا المطني قم شلي، انت اهلي المندوب اقصد يا رخلي، لا تزلي وقطع قصير دروب، حبه غزا واحتلي بالكلي، وتجاوز المنسوب ما اعطاني مهلي، يهنلي بوتي ولا المشروب، ويا الكوس يا المطلي قم شلي، انت لي المندوب اقصد يا الخلي، لا تزلي وقطع قصير دروب. الله عليك. الله عليك. كنا بنستغل وجود العيد العود في يدك اليوم. انا حرف العين شوي عندي. العود في يدك ونسمع شيء ثاني بعد. اكيد طبعا. يعني كونه يعني خلينا نقول ختام وياك هزاع. نحن اليوم جايين نطرب جمهورنا. نعم. نسمع اغنيه عاطفيه. حبيبي ما بيحد سواك، عندي كل شي يراك، انت الاغلى تراك في الكون، لا تظن اتركا، حبك من الله بركة، قلبي غرام اهلك تموت، لا تظن اتركا، حبك من الله بركة، قلبي غرام أهلك تموت. الله. يا مرحبا. يا مرحبا. نحن صراحة نشكرك على إحساسك الراقي والأغنيات اللي أنت قاعد تقدمها لنا. نحن نشكرك لتواجدك. العفو. معنا. كلمة توجهها للمتابعين. نرحب ونمسي عليهم طبعا. أحب أقول لصاحب أي موهبة كانت تشكيلية كان أي موهبة أنه يمارسها ويحافظ عليها ويتطور، وإن شاء الله أنه العكس، الإبداع اليوم شيء جميل للإنسان للرقي. إحنا الحمد لله في بلد شجعونا على الارتقاء في العمل وفي العلم والثقافة. أكيد. جميل. شكرا لك. شكرا. كل الشكر لك هزاع، وأكيد يعطيك ألف عافية لوجودك ويانا اليوم. شكرا. ما انتهينا وياك، لكن هي. أكيد بنختم ويا مشاهدينا. كل الشكر لكم ولمتابعتكم اليوم 7 على 7. أتمنى إن شاء الله باكر نجدد لقائنا في نفس الموعد في تمام الساعة 7 من 7 إمارات. إن شاء الله بيكون عندنا مواضيع جديدة. أكيد يا وعد. مواضيع مهمة إن شاء الله تنال على إعجابكم. لكن نحن راح نختم برنامجنا، لكن مع منو؟ مع الفنان هزاع، ويسمعنا شيء يطربكم ويطربنا إن شاء الله. إلى ذلك الحين نقول لكم تصبحون على ألف خير. أحب البر والمزيون، وأحب البدو والأوطان، وأحبك قبل لا يدرون هلي وأهلك ولا الجيران، تبات انت مريح الجون، أنا الجوني بها طوفان،
ليه من غمض العيون أنا ونومي حربنا بعض حرام البعد يا المظنون حرام الصد والهجران تعطف وارحم المفتون في حبك هاي من حيران أحب البر والمزيون أحب البدو والأوطان أحبك قبل لا يدرون هلي وهلك ولا الجيران. شكرا.